لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما النوافل المقصودة؟ كل النوافل، يعني كل ما هو زائد عن الفرض في الصلاة نوافل، غير الصلاة الخمس نوافل، وصلاة الليل نوافل، وحسن الراتب نوافل، وفي الصيام نوافل، صوم الاثنين والخميس نوافل، صوم الثلاثة البيض نوافل، صوم ست من شوال نوافل، صوم عرفة نوافل، صوم عاشوراء نوافل، الحج كل حجة غير حجة الفريضة نوافل، كل عمرة نوافل، وهكذا.